عام أمين، عندي 37 سنة، عندي مريض بثلاثة الأمراض، هي مرض الأعصاب، الرئة والضغط الدموي. كنت خدام بخير وعلى خير، ما خصني حتى خير، وفجاني هذا المرض هذا، صافي تقلفت، ما فقيتش قادر باش نخدم. الأمراض جاني تدريجيا، تبعت لو تخيتمو ديالي هادي 5 سنين هادي، ولكن المشكل اللي عندي دابا ما فقيتش كنخدم، ما فقيتش قادر باش نخدم بسبب هذا المرض هذا. فاش كنتي كتخدم السي ابراهيم؟ كنت خدام قبل كباز ديكوراسيون ديال القفص. صافي ما فاش مرضت انا صافي ما عندي في ما كنقدرش نخدم، ملي غير كنتحرك كنخرج تجاني التعرق مفرطه. بالنسبه للنعاس ما بقاش عندي النعاس، كان نعاس ولكن كيجيني احلام مزعجه. كان نعاس واحد الساعه كنوض، يعني هذيك النعاس اللي كان ما بقاش عندي ذيك النعاس. المهم كنمشي للمستشفى الى مستشفى، جاني هذا المرض اللي هو معدي، مشيت للوبيتال. المهم كديت الدوسي ديالي كومبلي، فاش مرت قال لي اودي راه فعلا خاص الطبيب، قال لي خاصك تنعس، ولكن فاش مشيت قال لي اودي راه السبيطار عامر ما عنده ما ندير لك، خاصك تمشي تنعس في الدار. والطبيب ديالي قال لي اودي راه خاصك تتبع له الخدمه ديالك، راه مده باش حيت الا قطعتي الدواء راه المرض كيجي الفيروس ثاني كيجي كيعيش كياكل لك في الزر ديالك، يعني خاصك ضروري الدواء. باش دابا حاليا راه من الشهر ثلاثه هادي ما شريتش الدواء، علما انني كندير الاسباب، كنمشي كنقلبوا على الناس باش يساعدوني ماديا باش ياخذوا لي الدواء. فعلا مشيت كديت الدوسي ديالي، كديت درت انا الشواهد الطبيه ديالي، بينت في الدوسي ديالي يعني باش امراض اللي عندي، ولكن الى يومنا هذا مازال ما لقيت. مشيت عند الجمعيات وتقيت البيبان، ولكن الله مازال ما جاب لي شي باب اللي يمكن لي انا نلقى فيه مساعده. والعائله ديالك؟ انا اب لي طفله، هذه دابا مجوج انا تقريبا راه 6 سنوات هذه، ولكن كنت انا غير كاري صافي. ما فاش ما فقيتش خدام يعني ما عنديش المدخول باش نخلص، انا باش نخلص الكرا باش تكون عندي المصاريف. صافي يعني صافي بقيت انا بوحدي، الناس اللي كنعرفو كنتسلفوا عندهم. المهم ما خليت حتى شي واحد، تسلفت صافي تزدع عليا البيبان، عندي بزاف، غرقت انا في الكريديات. ما فقيت يعني الناس اللي كنعرفو ما خليت فيهم حتى واحد، يعني جاء الناس اللي كنعرفو راه تسلفت عندهم. دابا كنتمنى الناس الا كاين شي ناس محسنين فاعلين الخير يتعاونوا معايا غير في العلاج، ولو غير يشروا لي هذا الدواء. الله يجزيكم بخير، الله يكثر خيركم. رمضان كي دوزتي؟ مرة دوزت رمضان، فعلا الحياة الصحة ديالي مهلوكة، يعني إنسان مريض راه عايش في العذاب، عايش في الجحيم، الراحة ديالو ما عندهش الراحة. والعائلة ديالك يعني ما كيساعدوكش؟ فعلا العائلة ديالي تساعدوني، ولكن راه هذه مدة، ما يمكنش لك إنسان يساعدوك ديما، يا إنسان اللي يساعدك واحد المرة ما يمكنش لك ثاني تمشي عنده وتتصل به تقول له الله يكثر خير الله يجزيك بخير، راه بغيت ثاني المساعدة. ما يمكنش إنسان إلا ساعدك واحد المرة صافي كيجي صعيب باش نتصل به، حيت انا ما نقدرش، انا ماشي بحال الناس الثانيين اللي كيمشيو كندق الناس عطيوني ولا عطيوني، لا كندير انا الاسباب، ماشي بواحد الطريقه اللي حيت انا ما الا مشي طلبت شي واحد بحال الا بحال الا درت شي غلط، الا قلت شي واحد عطيني كنبقى هكاك عايش في ذاك العذاب، واخا انا وصلت فيا العذاب ما نقدرش نقول لي بنادم ما عطيني.